السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. أجواءنا اليوم أجواء باردة، وذلك بسبب تقدم جبهة هوائية باردة أثرت على البلاد ابتداء من ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم، مع تحول رياح شمالية غربية. درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية، متوقع أن تستمر تأثير هذه الجبهة إلى يوم الاثنين. درجات الحرارة راح تكون باردة خاصة في المناطق الصحراوية اليوم، إخواننا في المخيمات وكذلك المزارع، نتمنى أنهم يديرون بالهم يحسبون حساب البرد الليلة. متوقع أن تراوح درجات الحرارة الصغرى خاصة المحسوسة قد تصل إلى 4 درجات مئوية. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا، استمرار في الرياح الشمالية الغربية سرعتها 10 كيلو متر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 21 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 38، الرؤية الأفقية لا تزال جيدة 8 كيلو متر. استقرار في الطقس مستمر ويانا اليوم، وذلك بفعل تقدم مرتفع جوي من ناحية أو من شمال غرب شبه الجزيرة العربية، امتد أثر على دولة الكويت وكذلك المناطق الشمالية من المملكة العربية السعودية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. الأجواء مستقرة بشكل عام، راح تستمر ويانا خلال الأيام القليلة القادمة. الأجواء راح تكون أجواء شتوية باردة خاصة في فترات الليل. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء باردة في خاصة في المناطق الغربية من دولة الكويت، أيضا المناطق الشمالية الغربية متوقع أن تصل درجات الحرارة في منطقتي شقاية والسالمي 13 درجة مئوية. المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 14 إلى 16 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية، تكونات بعض السحب خاصة على المناطق الوسطى وكذلك المناطق الساحلية من دولة الكويت مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد. لاحظ درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى 10 درجات مئوية في المناطق الغربية، ولكن المناطق الصحراوية في شمال غرب دولة الكويت قد تصل إلى ما دون ذلك بفعل تقدم الجبهة الباردة وكذلك الرياح الشمالية الغربية المعتدلة. درجات الحرارة في المناطق الساحلية وكذلك الجزر متفاوتة ما بين 12 درجة مئوية في نويصيب، 14 في الأحمدي، كذلك الجزر تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة مئوية. من بعد منتصف نهار يوم الغد متوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى قد تصل إلى 17 درجة مئوية، هناك انخفاض بمعدل تقريبا 4 إلى 5 درجات مقارنة مع الأيام القليلة الماضية. في مدينة الكويت 18 درجة مئوية، المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتة ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية. استمرار الرياح الشمالية الغربية معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. الأجواء البحرية بشكل عام أجواء معتدلة خلال 24 ساعة القادمة، قد تكون هناك ارتفاع الأمواج يصل إلى 5 أقدام خاصة في منتصف النهار، وذلك بسبب اعتدال في الرياح قد تصل سرعة الرياح إلى 38 كيلومتر في الساعة. تيارة المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5:13 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 6:38 دقيقة، موعد أذان المغرب الساعة 4:54 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة باردة في النهار وشديدة البرودة قد تصل في الليل خاصة على المناطق الساحلية، متفاوت درجات الحرارة العظمى من 18 إلى 20 درجة مئوية في نهاية هذا الأسبوع. استمرار في الرياح الشمالية الغربية وكذلك سماء صافية بشكل عام، قد تراوح سرعة الرياح ما بين 10 إلى 35، قد تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة في منتصف نهار يوم السبت والأحد. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.